صنف بينا المراجل من صنفنا ورقم ما حص صنفنا، من صنفنا دفاع الجو صنفي، من صنفنا بجيشك يا عراق أجمل هوية. من دواعي الفرح والسرور أن نحتفل هذا اليوم باليوبيد الفضي لمرور 25 عاماً على تأسيس قيادة الدفاع الجوي، وما يزيد من اعتزازنا وسعادتنا الكبيرة أن تتزامن هذه الذكرى بتحقيق النصر العراقي المؤزر على عصابات داعش الإرهابية وتحرير كامل الأراضي العراقية من قبضتهم. أن استذكار هذه المناسبة هو استذكار لتاريخ مجيد وبطولات خالدة سطرها أبطال قيادة الدفاع الجو الغيارة، وإن هذا الاحتفال هو جزء من الإنصاف والوفاء لرجال استرخصوا الأرواح وبذلوا المهج كي يبقى بيرق العراق خفاقا. الأخوة الأعزاء، عندما نتحدث عن ذكرى تأسيس صنف الدفاع الجوي فإننا أمام تاريخ كبير ومسيرة عظيمة من التضحيات الجسام التي قدمها رجال الدفاع الجوي في جميع المعارك والمنازلات التي خاضها الجيش العراقي. وقد برز دور الدفاع الجوي منذ تأسيسه في الأول من شباط عام 1993 وحتى يومنا الحاضر.
تحتفل قيادة الدفاع الجوي بالذكرى 25 لتأسيسها. بهذه المناسبة أجمل التهاني والتبريكات لكافة منتسبي قيادة الدفاع الجوي بعيد النصر. الآن نلاحظ هناك أجهزة كشف، وهناك أجهزة رصد، وهناك أجهزة ومعدات للمعالجة. هذه كلها يعني تم تأسيسها بعد 2003 بجهود القادة والضباط وعلى رأسهم قائد الدفاع الجوي الذي كان جهوده متميزة، صنع من لا شيء شيء اسمه قيادة الدفاع الجوي بأسلحة وبمعدات وبكادر متقدم لهذه المنظومة المهمة التي ترمز إلى سيادة العراق وقوة العراق في التصدي والمعالجة والدفاع والحفاظ على أرض وسماء ومقدسات العراق. بهذه المناسبة لا يسعني إلا أن يعني أشكر السيد قائد الدفاع الجوي وضباطه ومراتب الصنف هذا الحيوي اللي ساهم مساهمة فاعلة في الدفاع عن أجواء وسماء العراق من أي تهديد معادي. نهنئ قيادة الدفاع الجوي بالذكرى 25 لتأسيس هذه القيادة البطلة قائدا وضباطا ومراتب، وحقيقة هذه القيادة أبلت بلاء حسنا، وكان رغم هي الآن قيادة فتية إلا أنه أثبتت أنها قيادة السلاح توازي بقية الأسلحة في الدفاع عن سيادة الأجواء العراقية في هذه الظروف. وهني جميع إخواني من ابتداء من السيد قائد الدفاع الجوي إلى آخر جندي في هذا الصنف العزيز. اليوم حقيقة هو يوم مشهود لهذا الصنف، وكان صنف الدفاع الجوي هو صنف مهم للدفاع عن مقدسات البلد ضد أي عدوان خارجي.